السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مخطط ظريف، ايه البرامج اللي احنا بنستخدمها في الديزاين؟ طبعا عندنا تكلا والريفيت والبلان واركيكاد وسيفيل 3D وبنتلي ونوفا بوينت وبريكسكيد. هي حاجات خاصة بالكلاش ديتكشن، نفس وركس وبيكسل مانجر وسوليبري. في الفيجواليزيشن طبعا عندنا اليومن، عندنا فيوزر، عندنا توين موشن، عندنا في يونيتي، في انريل، تقريبا كل البرامج دي بلا استثناء اشتغلنا عليها في بيم اريبيا، في قناة بيم اريبيا هتلاقي شرح التفصيل. في كولابريشن ممكن تستخدم بقى الاوتوديسك بيم 360 او بيم تراك او بيم ثينك. عندنا حاجات خاصة بالبلاننج، بار بروجكت وهكذا. عندنا حاجات في ال 4D وال 5D زي مثلا اي تي دبليو، فيكو اوفيس، وطبعا نفس وركس. في حاجات خاصه بالسايت زي ستريم بيم، زي بلان جريد، زي دايركس. في حاجات خاصه بالداتا فيجواليزيشن، في حاجات خاصه بالداتا مانجمنت، اداره البيانات. في حاجات خاصه بالبيلدينج بيرفورمانس اناليسيس زي طبعا سايب وان كليك وهاني بي والاي اس. في حاجات خاصه بالبراماتيك موديلنج، البراماتيك موديلنج زي اكودومس اركباس. في البراماتيك موديلنج حاجه خاصه بالبراماتيك زي الفريكاد واوبن سورس داينامو سوليد ووركس. في حاجات خاصه بالاوبجكت لايبراري زي ماجيكات. دي خلطة بسيطة لأهم السوفت وير اللي احنا بنشتغل بيها.